بقى شركه المشروعات الصناعيه والهندسيه مقرها المركز الرئيسي 7 شارع المخيم الدائم مدينه نصر. الشركه اصلا كانت تبع الشركه القابضه واتخصخصت من ساعه ما اتخصخصت وهم باعوها وخربوها. في 30/6 وتحملنا عشانه كتير قوي على امل ان احنا ظروفنا تتحسن. نحلم عمال يقول المستثمر اللي خرب ولا المستثمر اللي يدخل فلوس؟ المستثمر اللي عندي هو اللي بيخرب الشركه. هو مش عايز السيسي، احنا مش ذنبنا ان هو مش عايز، احنا بنقول احنا رئيسنا السيسي، لكن المستثمر اللي مش عايز السيسي هو يحاسب. يعني ايه مش عايز السيسي؟ هو بيلعب لمصالح جماعات اخوانيه. صح هو بيلعب لصالح جماعات اخوانيه. علي عبد الرازق بيلعب لصاحب جماعات اخوانيه، هو ممول من الجماعات الاخوانيه. هو بقى عايز يخطف عمال لاقصى درجه عشان خاطر يبيع الاصول، يبيع المبنى الاداري ولينا ارض في الحجاز ولينا ارض مرتين في البحر الاحمر. لينا ارض هنا غمصه، عايز يبيع الاصول الثابته دي وصف. طلباتنا دي شرعيه، طلباتنا دي شرعيه، طلباتنا دي شرعيه، عايزين حقوقنا، عايزين حقوقنا. احنا بقالنا شهر معتصمين في مقر الشركه، ولا مسؤول عبرنا ولا مسؤول سهل فينا، نكلم مين؟ الناس دي دلوقتي عامله موقف سلمي وجايه هنا، لكن بعد كده ممكن تنفجر، وبعد كده نقول في ارهابيين في البلد. مين اللي بيصنع الارهابيين؟ مين هم؟ الدوله بتحارب الارهابيين ولا بتصنع ارهابيين للمستقبل؟ انا هعمل ايه بعد كده عشان ااكل ولادي؟ هعمل ايه؟ هسرق؟ مفيش حل غير كده.